النبي حامل كلمة الله، بمعنى أنه يحيى كلمة الله، يحيى المسيح يسوع، يعلن الخلاص المستعلن بالمسيح يسوع قبل أن يخبر بكلامه. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. نصل سوية إلى الجزء الثاني من سلسلة أنبياء المسيح يسوع، لنتكلم عن شخص النبي ودعوته. من أهم ميزات النبوءة هي الخبرة الحياتية للإعلان الإلهي، أي أن النبي لا ينقل الإعلان الإلهي فقط، بل ويحياه كل لحظة من لحظات حياته. فالنبوءة ليست وظيفة أو عملا يقوم به النبي ثم يعود إلى روتين حياته اليومية. النبوءة هي أن يحيى النبي في كل حياته وخلال مسيرة حياته إعلان وكشف الرب الإله. دعوة الله للنبي كما وأسلوب هذه الدعوة لا يتيح أبدا مجالا للشك في الحقائق التي يعلنها الله للنبي، مما يمنحه القدرة على فهم هذه الحقائق وعيشها في حياته فينقلها لمعاصريه. هذا مثلا كان يحدث في الإعلان عن الحقائق الفائقة الطبيعة غير المفهومة والغامضة، لأن النبي لم يكن عليه فقط أن يفهم، بل وأن ينقل للسامعين ما يفهمه. مثلا في النبوءة التي تختص بالولادة من العذراء عند النبي إشعياء، فإننا نستطيع فهم هذه النبوءة حاليا على ضوء تجسد المسيح من البتول القديسة في العهد الجديد، ولكن في ذلك الزمان كانت هذه النبوءة عسيرة الفهم، لأن أولا فكرة العذرية كانت في ذلك الوقت غير مقبولة، وذلك لأهمية الإنجاب لاستمرار النسب الذي سيأتي منه المسيح المنتظر، وثانيا لأن فكرة الولادة من عذراء هي فكرة تفوق الطبيعة وغير مفهومة. فالنبي لكي يوصل هذه الفكرة للناس استخدم الصيغة النبوية، استخدم الماضي النبوي الذي يحمل معنى المستقبل. فنراه يقول: لأنه قد ولد لنا صبي، أي سيولد، وابنا أعطينا، أي سنعطى. هذه الصيغة يستخدمها الأنبياء للتعبير عن أشياء رأوها عاشوها في الماضي ويختبرونها الآن ويعطونها للناس ليحيوها في المستقبل. إذن حلول روح الرب على النبي هو شرط أساسي لتصبح نبوءته موثوقة بها، إن كان لدى النبي نفسه أو لدى الشعب. هي شرط لأجل إيمان النبي بهذه النبوءة ولأجل تشديد إيمان الشعب من خلال هذه النبوءة. لذلك لطالما استخدم الأنبياء تعابير مثل روح الرب علي، أو كانت يد الرب علي، أو غيرها الكثير من التعابير. فالكلمات النبوية في فكر العهد القديم تبقى مجرد كلمات لا تصل إلى الناس ولا حتى إلى النبي نفسه، إن لم تكن تحمل في داخلها الإعلان الإلهي والاستنارة الإلهية. وطالما هذه الكلمة هي إلهية فهي تتكلم عن علاقة الله بالبشر، إذن هي تتكلم في نهاية المطاف عن المسيح يسوع الذي هو علاقة الله بالبشر. إذن فالنبي هو نبي حصرا عندما يرتبط بالمسيح يسوع الذي هو علاقة الله بالبشر،
وهذا الارتباط هو ارتباط شخصي يحيا فيه النبي كلمة الله المسيح يسوع الذي هو الخلاص المستعلن بالرب يسوع، له المجد إلى الأبد. آمين.